حاليا الشباب يتسألوا يقول لك عندنا مدة 3 أشهر ما فيش تمويلات، نقولوا يعني نوضحوا الأمر، ما فيش تمويلات هذه 3 أشهر، يعني لأنه بالدرجة الأولى سابقا كان الأمر بالصرف كان وزارة العمل ومن بعد وزارة المالية، اليوم هذا 3 أشهر يعني وليت الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسة المصغرة هو الأمر بالصرف، يعني إن شاء الله بالنسبة للتمويلات الأسبوع القادم إن شاء الله ستطلق كل التمويلات، يعني كل وعود سيد رئيس الجمهورية فيما يخص المؤسسة المصغرة كللت بمراسيم، كل المراسيم صدرت حتى لزاريتي انتر مينيستيريال، يعني قرارات الوزارية المشتركة مع فيما يخص قروض الاستغلال، فيما يخص إعادة تمويل المؤسسات المصغرة، أمور كثيرة كلها صدرت. فيه تقصير من بعض الإطارات، لكن تم الأخذ يعني هذا الأسبوع فقط تم أخذ كل الإجراءات مع كل من قصر في حق الشباب.